خدينا الصوت ديال سعد سولي واتصلنا بواحد السيد سمعوا شنو وقع. الو سي عبد العظيم صافا بخير؟ لاباس الحمد لله. شي حاجه ماشي هذيك سي عبد العظيم؟ لا ماشي هذيك اخويا. شكون معايا بعدا؟ شي حاجه ماشي هذيك شكون معايا بعدا؟ عندي معلومات ومعطيات جديده ان شاء الله جو فيسي باش نخدمها بوغ افوار ان بون ارتيكل. واش المعطيات ومعلومات اخويا؟ عندنا حنا شكون عندنا معلومات ومعطيات؟ حنا دراوش اخويا. بغيت نكمل هذا الارتيكل عاد نمشي من ارتيكل. شكون معايا بعدا؟ ارتيكل معطيات معلومات. انا خدام هنا خدام اخويا. ما عرفناش اصلا شكون معاه ما كنهضروا معاه ما كندويو. ما صدق لينا راه بعدا اخويا واش عارف النمره ولا ما انا بصراحه السي عبد العظيم سمعت النص فيه دي ميساج زوينين ربما يتفاعلوا مع الناس اخويا. تقرب من السي ميساجات شنو اللي غيتفاعلوا مع الناس اخويا؟ خويا انا راه مازالي تكتب بغيتي تقول لي شكون معايا. مرحبا اخويا. لا 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 السي عبد العظيم غادي نكمل الارتيكل وغادي نصيفطوا لك بار ايميل قراه. ما عنديش لي زيميل اخويا انا ما كنعرفش هادشي ديال لي زارتيكل انا اخو بعيد علاش. انا كنعرف الطياب والكوزينه. انا ملي كتجي للجوع كنمشي نخرج ناكل برا. انا اخويا خدمت لا كوزينه اخويا كنعرف شي حاجه من غياب الخضره. كون معايا بعدا الله يجازيك خوتو. الحوايج ملي كيتوصو كنديهم نص المصبان هادشي اللي كاين خو. حتى كتحل لك يبان لي اخو الحوايج البانات وتاخير اخو. الله يسهل علينا وعليك. الله يعاونك. سي عبد العظيم تبارك الله. سي عبد العظيم اللي كان معنا اليوم لابيل دو ستار جاء غدا في نفس التوقيت على شهادة. علاش خرجك الاستاذ من القسم؟ يلا بارطاجي معنا 05 22 36 05 36.